هل كان يقصد ده طول الوقت؟ ده بكاء بمشاعر صادقة. إن أردت أن تحل المشكلة لتكن مشيئة. اتكلم على عقاب المحب، قبح الذنب، التعليم. في بيوت كتير كانت خاربة تقريبا. واحد مش عايز ربنا، هل ربنا يجبره؟ لا طبعا. أحقا كان لي أم فماتت، أمني قد خلقت بغير أمي. لم أدخل إلا الرهبنة سأما من الحياة، فقد كنت ناجحا جدا، ولكن كل هذا ما كان يشبع قلبي إطلاقا. ألف مودة أسقف على الكلية الغربية. يا ريت تتذكر يا الله في الأحداث حق الشعب أن يختار عين. فانتخبنا الأنبا سنودة. احنا دخلنا مرحلة يزعل ويفتكر مجداده في الجزيز الاعتداءات برد الأخلاق إلغاء قرار رئيس الجمهورية. مبارك شعب لا ينسى لا يلزمنا لقد طالت يد الإرهاب ليلة أمس. دمهم ليس رخيصا علينا. نحب نيله وأراضيه، نحب مستقبله وحاضره وماضيه، نحب علماءه ومرشديه، نحب أقباطه ومسلميه. حين سئل قداسة البابا شنودة عن صفات الخادم قال: التنظيم والجدية. ضيفي في رحلتنا لاكتشاف البابا الذي لا نعرفه كان أمينا على حساب وكالته، يخصنا بالكثير من كنوز حبرية البابا شنودة الثالث الذي رافقه لعقود طويلة. معنا الخادم الأمين أستاذ ممدوح عبده، مدير الديوان الباباوي الأسبق. شرفتني. أهلا بيكي ومتشكر جدا. ميرسي خالص خالص لوقت حضرتك. تمشي. ونشكر سيدنا اللي جمعنا بالوقت الحلو ده ان احنا نتكلم عنه وحضرتك تحكي لنا عنه اكتر. انا اللي بشكره، لان مجرد ذكراه بتبقى بالنسبة لنا زي العسل. صحيح. سؤال استهلالي، مقدمة لابد منها. في البحث اما جيت اشتغل على الحلقة دي ما كنتش عارفة يعني مدير الديوان الباباوي، فالسؤال هو: ما هي المهام الرسمية والوظيفية لمدير الديوان الباباوي؟ إدارة الديوان الباباوي تعني الأعمال المكلف بها، اللي هي الأعمال المركزية للكنيسة كلها. أيوة. زي مثلا الكلية الإكليركية، زي معهد ديديموس، زي بيوت الطالبات أو الطلبة، أو الحاجات المركزية الخاصة بالكنيسة العامة، مش الخاصة بكنيسة فرعية، أو يعني زي ما مش كنيسة من الكنائس اللي تبع للبطريركية يعني. أي. فدي حاجات عامة مش هتهتم بيها كنيسة من الكنائس الفرعية. أي. فلازم البطريركية هي اللي تهتم بيها. صحيح. وإدارة الأوقاف والصرف على كل الاحتياجات العامة للكنيسة يعني. طيب أنا كده عرفت المهام الوظيفية لمدير الديوان الباباوي، ولكن لقاء حضرتك بسيدنا البابا شنودة بدأ من سنين بعيدة خالص، سنة 62 بالضبط. أول لقاء بقداسة البابا شنودة سنة 62، حضرتك تذكر إيه عن اللقاء ده؟ أذكر قعدة روحية في الليتو اللي كانت في الدور الثالث في الكلية الإكليركية، وقلاية صغيرة جدا يعني ما تنفعش حتى لراهب بسيط يعني. ولم يكن فيها من الأثاثات غير سرير منيم واحد وكرسيين وترابيزة وشماعة واقفة بس، ما فيش دواليب، ما فيش أي حاجة تاني لأي حاجة. أوكي. وكانت لي معاه قعدات روحية. أتذكر أول قعدة كانت عن الوسائط الروحية يعني. فكانت قعدة لذيذة وجميلة ومثمرة، لأن كانت أول مرة أعرف أن الخدمة إحدى الوسائط الروحية اللي بتعرف الإنسان طريق الله. طبعا غير باقي الوسائط الروحية العادية المعروفة لينا كلنا. انطباعك عنه كراهب رهبنة البابا شنودة، لو حضرتك يعني حضرتك كنت قريب منه من البدايات يعني. هذا الراهب ماذا كان يميز هذا الراهب؟ كان يميزه النسك الشديد على نفسه، القاء
قسوة على ذاته. وكان يميزه الحكمة الرهيبة والبساطة العجيبة. يعني يجمع كثير من المتناقضات في شخصه. البساطة العجيبة جدا، بساطة الأطفال وضحكة زي ضحك الطفل يعني. أيوه. وفي نفس الوقت الحكمة الفائقة طبعا مستمدة من علاقته بربنا. أيوه. والصلاة الدائمة بتاعته. صحيح في الدير بلاقي شوية هدوء وبقدر أقعد بيني وبين نفسي ولكن كل ما أستطيع أن أقوله أنه باخد من الوحدة الوحدة النسبية ومن الهدوء الهدوء النسبي ومن النسك طبعا ما فيش خالص. جت سيرة النسك احنا نسكت بصراحة. كل شوية والتاني يقولوا لي يا سيدنا صحتك ضعيفة، اتفضل كل اتفضل اشرب. بعدين يزغطوني زي الوز ولا البط. واللبس كل شوية والتاني لا اللي جايب لي هدوم واللي قاعد ينقرش لي في الهدوم والحكاية ما في ايه بقى. النسك دي راحت علينا خالص. والصمت بتاع رهبنا انا بتاع صمت ده من اول النهار لاخره كلام. عشان كده لغيت الاسكيم بتاع الرهبنة. قلت الواحد لما يخش في الأسوفية ده هيعمل ايه في الاسكيم. كان اسقفا للتعليم ومدرسا في الكلية الاكليريكية وايضا مجددا للمناهج وللفكر ومغربلا لكل ما خالف التعليم المسيحية الاصيلة. كيف جدد البابا مناهج الكلية الاكليريكية في هذا الوقت؟ ممكن ابتدي بمناهج الكليه الاكليريكيه لان مثلا كانوا في قبل ما يغير كانوا بيدرسونا في الدين المقارن بوذا الاكبر وكونفوشيوس وزرادشت وحاجات كتيره جدا لا علاقه لها بالوقت الحاضر. حل ان الواحد يتعرف عليها بس مش هي دي المطلوبه كدراسه للدين المقارن او للاهوت المقارن. فابتدى يغير خالص في الحتة دي ويدرس ما يتعلق بالعصر الحالي اللي احنا موجودين فيه ويحط مناهج جديدة ويكتب فيها كتب علشان خاطر تبقى هي دي المرجع بالتفصيل لكل الايتمز المفروض يتم تدريسه يعني. في الكلية الإكليركية انا دخلت على الكلية الإكليركية الاول يعني. أوكي. انما برضو كأسقف للتعليم كان شايف من واجبه الاهتمام بتعليم كل المراحل العمرية. تعليم الشعب، تعليم الشباب، إعداد خدام سواء في القاهرة أو في اسكندرية أو في جميع المحافظات حسب ما يسمح له كأسقف. لأن الأسقف العام سلطاته محددة. صحيح. فما يقدرش يروح أبرشية من الإبرشيات إلا لما الأسقف أو المطران اللي هناك يوجه له الدعوة إنه. أيوة. هو يروح. وكان في كتير من المطرنة والأسافة المتجاوبين وكانوا بيدعوا عشان خاطر يعمل أسبوع نهضة في. فكان معظم وقته كانت المحاضرة في ذلك الزمان يوم الجمعة مش الأربعاء. أيوة. فكان باقي الأسبوع كله يبقى في الأبرشية بيعمل نهضة وبياخد اعترافات وبيوجه الناس وبيشوف إعداد الخدام واجتماعات الخدمة وكل ما يتعلق بالتعليم بمستوياته المتعددة يعني. اهتم البابا شنودة بمدارس الأحد اهتمام كبير وبالخدام يعني زي ما قلنا في المقدمة كان يهتم جدا بالخادم روحيا وصفاته وكيف يؤثر. حضرتك لمست ده ازاي في وقت خدمتك المبكره مع قدسته؟ هو عمل في كان في لجنه اسمها اللجنه العليا لمدارس التربيه الكنسيه او لمدارس الاحد. أي. ابتدى يجهز المناهج اللي موجوده فيها عشان تبقى مناسبه لكل سن. ويحط المناهج ويحط المراجع ويحط الشواهد للايات والحاجات اللي موجوده ان ديتيلز يعني في كل حاجه يعني. أي. بطريقه لذيذه وحلوه يعني. وفي نفس الوقت لبرامج ومناهج إعداد الخدام. وبرضه يحط لها المنهج والمراجع والحاجات
اللي يرجع إليها. و يعني أذكر على سبيل المثال إن في الكنيسة اللي كنت بخدم فيها سمعت حاجة في اجتماع الخدمة ما حسيتش إنها تتوافق مع فكرنا الأرثوذكسي. أوكي. فرحت أسأله. سمعنا كذا 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 يا سيدنا في البتاع. فقال لي أنتوا اجتماعكم إمتى؟ قلت له في الوقت الفلاني. قال لي فين؟ قلت له في الحتة الفلانية. قال لي طيب أنا هاجي لكم في الاجتماع. وجه بنفسه. كان أسقف التعليم. قال يعني سلم وابتدى يسأل بتعملوا ايه، بتدرسوا ايه، بتسووا ايه، وابتدى يدخل في مناقشة ما هموش ان حد يعني يقول له لا احنا برضو كان في بعضهم متشددين وما يقبلوش تدخل من حد علشان مش هم اللي دعوه يعني، بس كانت باحتمال يدخل في الحتة الموضوعية ويتجاوز كل الحتة الشخصية. أي. بروح حلوة جدا متضعة، بس بيقول احنا بنصلح الفكر مش بنحارب الناس. الخادم الناجح هو الخادم الذي يتصف بالجدية. الجدية يعني مش اي حاجة تحصل وبس، إنما أول حاجة في الجدية فهم الخادم لطبيعة الخدمة. ولعل من نواحي فهمه لطبيعة الخدمة إن الكنيسة ائتمنته على هذا الطفل أو هذا الشاب في مرحلة معينة من العمر هو المسؤول عن تعليمه، فإن فقد هذه المرحلة يبقى ضيع الطفل أو ضيع الشاب. فما دام أمانة في عنقه ولا بد أن يؤدي عنها حسابا أمام الله وأمام الكنيسة وأمام أب الاعتراف، فلا بد أن يكون جادا في خدمته. نقطة تانية من الجدية، الجدية في تحضير الدرس وفي تحضير نفسه للدرس. اللي أنا بلاحظه إن الخدام المبتدئين بيكونوا يمكن جادين في التحضير لأنهم شاعرين إنهم لو ما حضروش ما يعرفوش، لكن أكتر ناس يهملون في التحضير هم الناس الكبار والخدام القدامى وربما رتب الكهنوت، لأنه يقول أنا عارف ومش محتاج إن أنا أحضر، فتكون النتيجة إنه يدخل على الدرس وما عندوش المعلومات اللي هيقولها، أو على الأقل المعلومات غير منظمة وغير مرتبة وغير مجمعة. جايز انت خادم قديم وعندك معلومات كتيرة لكن ربما تنسى، فلازم تحضر لكي تجمع معلوماتك لكي تنظمها ترتبها تضعها في الاسلوب اللي يبقى سهل تقبله وسهل فهمه. لو لمدرسة البابا شنودة اللي كلنا يعني شهود عليها، هي مدرسة تضمنا كلنا بلا حدود بلا جدران، أبرز سماتها أبرز ملامحها اللي حضرتك شفتها وعديت بها في مراحل يعني من شباب لشبته، ملامح المدرسة دي عاملة إزاي؟ مبادئها؟ الترسيخ والرجوع لأقوال الآباء وللعقيدة الأصلية بتاعة الكنيسة، ولو كان في أي خروج أو انحراف ولو بسيط لا تتصحح وترجع للأصل بتاعها ويتقال إيه وليه، مش مجرد أعمله كذا لا يعني. أيوة. ويجيب الأقوال ويجيب الكلام ويجيب الحاجات ويشرح بصدر رحب وببال طويل. ممكن يعني كنا
يعني كنت اقول له ازاي يعني ربنا مديله الاحتمال ده كله ان هو يطول باله بهذا الاسلوب على في المناقشات. يعني سيدنا كان بيختار موضوعات المحاضرات بعناية شديدة جدا. هل كان يقصد ده طول الوقت؟ كان بيحاول يربط المحاضرة بالظرف اللي الكنيسة بتعيش بيه؟ وكان بيقعد مش بينزل، يعني هو رغم ان هو قادر في اي موضوع انه يدخل ويتكلم فيه مباشرة، بس كان بيقول انا كخادم مدارس احد لازم اقعد واحضر، وعنده يوم الجمعة الصبح ده او يوم الاربع الصبح بعد لما بقت المحاضرة يوم الاربع يقفل ويحضر للعزة، يحضر بالصلاة، يحضر بالبوينتس اللي يكتبها للمواضيع لكل التفاصيل، ويبقى اليوم ده قافل مهما كان. يعني في محاضرات بعينها حضرتك تذكرها كان الوقت ده مهم للكنيسة، حدث مثلا اختلاف عقائدي ولا حاجة، حضرتك تذكر محاضرة من المحاضرات دي؟ طبعا كانت طبيعة المحاضرات العامة اللي هي بتاعت يوم الأربعاء أو الجمعة تختلف عن المحاضرات اللي بيديها في الكلية الإكليركية. أيوة. لأن محاضرات الكلية الإكليركية أكثر تخصصا في الحتة العقيدية والخلافات العقيدية وما يقال ومدى صحته وإثبات كل رأي. هو مثلا في المرات اللي كان فيها غضب مثلا من شباب الكنيسة أو غضب لحدث كبير، في مرة تتذكر أنه كان بعد المحاضرة دي كان أثرها يعني مفيد للشباب، في حاجة فيهم تذكرها؟ بس كان ما بيدخلش في الحتة بتاعت المشكلة، إنما بيعتقد أن حل المشكلة في رفع المستوى الروحي ورفع فكر المجموعة كلها للسماويات. أيوة. صحيح. والواحد لما بيفكر في السماء طبعا تصغر الأرض في عينيه. يا ريت يكون عندنا تأمل في الآية التي تقول كل شيء طاهر للطاهرين. الإنسان الطاهر يبرر أمور الآخرين بطريقة طاهرة لكي لا يعثر بهم، بسبب ان قلبه طاهر ولا يأتي بالملامة على احد. كذلك الناس الذين يخفون فضائلهم، فانت مش شايف له فضيلة تفتكره ان هو انسان مستواه ضعيف، لا هو بيخفي فضائله، والسيد المسيح امر باخفاء هذه الفضائل سواء اخفاء الصلاة او الصوم او الصدق او غيره. فهل انت تعثر وتقول ده لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيتصدق؟ ليكن عندك طهارة القلب وطهارة الفكر والنظرة الطيبة بالنسبة للآخرين لكي لا تعثر منهم. مين أقنعك بالعدول عن التكريس؟ أنا رحت كنت باستمرار بقضي اسبوع الالام في الدير. ايوه. فيوم 3 البسخه هو متعود ياخد اعترافات الرهبان. فيوم 3 البسخه ده ما رحتش الكنيسه، وقعدت طول النهار قدام قليته مستني ان انا ادخل عشان خاطر اطلب منه ان انا ما اروحش تاني، يعني اقعد في الدير. وهو حاسس وعارف، يعني عارف، لاني كنت بوصي الرهبان اللي داخلين. وما انساش طبعا لقاء من ابونا توما السورياني اللي هو بعد كده الله ينيح نفسه نيافه الانبا بشوي، اللي قال لي السفينه الامينه اللي توصلك ميناء الرهبانه بسلام هو انبا شنودة. ايوه. ورغم كده ما وصلكش. وهو كان عارف وحاسس وما قابلنيش، ما قاليش انه مش عايز يقابلني، بس ما قابلنيش. ما قابلكش. بس انا حسيت انه عدم المقابله مقصوده، يعني رساله. فتاني يوم رحت لاحد الاباء الله ينيح نفسه برضه. ويدي حضرتك الصح. تعيش.
قعدت معاه قعدة طويلة يعني وصلت يمكن لأربع ساعات. أي. وبرضو ضيعت علي الكنيسة في ذلك اليوم، كان يوم أربع أيوب، وكانت كلها محاولات محاولات وشد ولأ وده طريقي وأنا مصمم عليه وأنا بس. اللذيذ يعني ان انا نزلت من عنده الفكر متغير ومقتنع بالتغيير ومقتنع ان انا اتجوز واحدة اسمها سهير فوزي من غير لا اشوفها ولا اعرفها ولا اعرف حاجة عنها. ازاي؟ فوق بقى. انت اتجوزت واحدة ما تعرفهاش؟ اه. هو اختارها لك؟ ربنا اللي اختار. أيوة. كان واضح ان الاختيار من عند ربنا يعني. اوكي. وخصوصا انه ما كانش بناء على ارادة شخصية او ميل شخصي او رغبة خاصة يعني. أيوة. طب عودا لذي بدء، انه البابا المجدد البابا المختلف، انا عارفة انه حضرتك كنت مهتم بكتابة محاضرات البابا، وان حضرتك كنت بتبعتها وبترسلها وتسجيلها. صحيح. وببعتها يعني برا بقى، في امريكا ما كانش عندهم مصادر للتعليم. ايوه. فكنت بسجل شرايط على التيب، ما كانش ساعتها لسه الكاسيت طلع. ايوه. كان في حاجة اسمها التيب ريكوردر. ايوه. على بكر كده يعني. فكنت بسجل حاجات كتير، و ممكن اقضي الليل في ان انا اعمل كوبينج لمحاضرات عشان تتبعت بره، وانا مش عارف هبعتها لمين يعني، انا بديها للناس وهم بيبعتوها يعني. بس كانت بتطلب. بتطلب. ده معناه انه كانت الكلمه وتاثيرها كبير في الوقت. في الوقت ده احنا كنا بنتكلم في الستينات لسه. في الستينات. صح. وكان في حروب وكان ما كانتش الامور مستقره. اهتم البابا بإيصال الكلمة بطرق مختلفة، كيف دعم النشاط ده البابا في الكنيسة؟ أهم حاجة كانت الصلاة. وغير كده أن الكلمة نفسها ليها قوتها. فمكان ما كانت بتروح كانت بتثمر. وطبعا اللي بيتلامس معاه كأن مغناطيس بيشد حاجة. طيب حضرتك في 71 كنت بس بتخدم مع سيدنا صح؟ بس ما كنتش متفرغ. ايوه. اصبحت متفرغ من امتى؟ من اغسطس 72. 72 كانت السنه دي سنه احداث الخنك. كان الفكر السائد ان ممكن احنا نكون داخلين على عصر الاستشهاد، وواي نوت يعني. ما هو اخذ عهد انه الشمس ما تشوفوش الا صائما. الوقت ده عدى عليه ازاي؟ لا، الحتة اللي قال فيها ان لن تبصرني الشمس اكلا كان في موقف تاني. اوكي. بتاع تطبيق الشريعة. كان قانون الردة. كان قانون الردة بالظبط. طب بما ان احنا ذكرنا قانون الردة يعني انا بتكلم عن البابا الحازم اللي في النهاية يغلب مصلحة الكنيسة ومصلحة شعبه فوق كل حاجة. الوقت ده حضرتك كنت قريب منه في الخدمة. رحت عينت حتة أرض في الخنكة عشان خاطر نشتريها ونعملها كنيسة وبتاع. صحيح ما كملتش بعد كده يعني. اشتريناها ودفعنا وخلصنا كل حاجة بس ما خدناهاش يعني. يعني ربنا بيرتب هو من عنده حاجات كتير يعني، مش شرط إرادتنا. وعاصرت معاه أحداث التحفظ. طبعا. سمعت القرار فين؟ فاكر سمعت القرار فين؟ ولا عرفتوه من الكاتدرائية يعني؟ كان القرار معروف في الكاتدرائية وقتها؟ لا ما كانش معروف، بس هو كان عارف صح؟ شوفي آخر يوم قبل ما يسافر الدير. أيوه. كنت بعرض عليه مشكلة معينة في المكتب. أيوه. كانت أنا مش إيه هي طبيعة المشكلة مش فاكر، بس كنت يعني في مشكلة تخص حد وأنا واخد سهير وقاعدين معاه في المكتب بنعرض عليه المشكلة. أيوه. وبعدين قالوا له في اتنين من المسؤولين الكبار في الدولة عايزين يشوفوك، فراح قابلهم في الصالون ورجع. أيوه. ما فيش تغيير خالص في بتاع، بس
بابتسامة كده قال لي شوف يا ممدوح أنا هقول لك على حاجة تنفعك في مستقبل حياتك. قلت له اتفضل يا سيدنا. قال لي بس شوف لي حد يجيب مجموعة كراتين. فجبت مجموعة كراتين وأنا مش عارف هو يقصد إيه يعني. هما كده بلغوه خلاص غالبا. أو قد يكون بلغوه كاحتمال. أيوة. أو قد يكون بلغوه كنوع من أنواع البارجنينج. أيوة. طلب قدام حد أو ما في يعني ما مفهوم. ما تعرفش وما ظهرش عليه حاجة خالص يعني. فات على الرفوف بتاعت مكتبه على مكتبه بالكامل. أيوة. ولم كل الحاجات الكتب اللي ممكن يعوزها هناك، الأوراق اللي ممكن تبقى فيها أسرار بتاعت ناس أو اعترافات أو حاجات شخصية عشان ما تتسبش في إيدين أي حد. لم كل الحاجات دي وكل ما كرتونة تتملي يقول لي بعتها العربية. وأنا بشتغل ومش عارف أنا بعمل إيه طبعا يعني. طبعا كانت يعني آخر مقابلة قعدت بعديها شهور لغاية لما قابلته. صحيح بعت ابني في كان لسه ما فيش تصريح بتتعمل. أيوة. إلا لو حد من الأجانب أو المسؤولين أو بتاع رايحين عشان يقابلوه. فبعت ابني كان لسه صغير يعني مع أقل من 10 سنين يعني. أيوة. وأول لقاء في الدير؟ في قبله تصور معاه في الدير يعني. لا حضرتك اما رحت له في الدير بقى اول لقاء رحت له بعد كده كنت تقريبا شهريا بطلع تصريح انا وسهير ونروح له. وكان بيساعدنا في استخراج التصاريح الله ينعم نفسه انبا دوماديوس مطران الجيزه. ايوه. ف لانه كان على علاقه طيبه بالمسؤولين بتوع الامن. ايوه. فكنا بنروح احنا مشدودين ومتضايقين ان احنا محرومين من ابونا. صحيح. إنما نروح نمتلئ سلاماً وبابتسامة وبضحكة وبنكتة وبكلمة ومش عارف إيه لغاية لما يعني نرجع طايرين من الفرح يعني. كنت بتشوف إزاي يعني ثباته النفسي في التعامل مع المواقف الصعبة دي؟ يعني أنا كنت بحس إنه يعني الموقف طول الوقت براه، يعني هو مش بيخلي الموقف يدخل قلبه فيختل مثلاً توازنه أو مثلاً ما يقدرش يفكر بهدوء. ثباته النفسي ده كان بيجيبه منين غير الصلاة؟ مرة سئل في إحدى اللقاءات التلفزيونية. أيوة. نفس السؤال ده زي ما حضرتك بتقولي. السؤال كان بالطريقة دي، ماذا يزعج قداسة البابا؟ فقال ولا حاجة. فقالت له إزاي ما عندكش مشاكل؟ قال لها ما عنديش إلا المشاكل. قالت له إزاي؟ قال لها ما هو لو حاجة مش مشكلة كانت اتحلت في أي درجة من الدرجات السابقة قبل ما توصل لي. أيوه. إنما كون إنها بتوصل لي يبقى فاتت على كذا وكذا 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 وما اتحلتش فبتوصل خلصانة للبابا. يعني. أيوه. توصل للبابا. طب إزاي ما فيش بتاع؟ قال لها لأنها كنت بخلي المشكلة في الخارج ولا أسمح لها إنها تدخل إلى داخلي لأن الداخل لله. كنت بحس كتير احيانا يكون في لقاء ومعاه ناس رسميين من الدوله. ايوه. وهو قاعد ففي بعض الفترات يكون اتنين منهم بيتكلموا ويا بعض الاقيه هو بقه مش ساكت في بيتكلم مع السماء. ايوه. واكيد بياخد ردود بتبان طبعا في حكمه الردود اللي بتحصل. المشكلة تحل بطرق أخرى، أول حاجة تتحل بيها المشكلة الحكمة، الحكمة الناس الحكماء يقدروا يحلوا مشاكلهم بعقل رزين وهادي، بعقل رزين وهادي. لما الواحد بيكون مضطرب أو تعبان عقله مش قادر يفكر فلابد أن يهدأ، ولما يهدأ يفكر
ولما يفكر يحل بحكمة. تقول لي طب وافرض ما عندوش الحكمة؟ اللي ما عندوش الحكمة يحل المشكلة بالمشورة، بالمشورة الصالحة، بالمشورة الصالحة، يروح لشخص عاقل وحكيم ويقول له اعترف المشكلة دي اعمل ايه، او يروح لأب اعتراف يكون عنده موهبة الارشاد ويقول له الموضوع ده اعمل فيه ايه. اذا كانت تنقصك الحكمة استخدم المشورة. الكتاب بيقول على فهمك لا تعتمد، لأن ساعات فهم الواحد ما بيوصلوش للنتيجة. مش في كل وقت تقدر تعتمد على فهمك، محتاج لعقل جنب عقلك يسند عقلك.